عودي معكم لمتابعه عالم الصباح. طبعا احنا وياكم بنكفي عالم الصباح باخر محطاتنا لليوم مع شيف وختام وصفته. انا بضم له بعد دقائق قليله. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بعد ما حضرنا الكنوة، حضرنا البقدونس، حضرنا الفجل، ايضا مشاهدينا البندورة، كمان حطينا خيار، حطيت هلا انا نعنع. صار عندي هيدا الخليط، حطينا زيت زيتون، حطينا عصير حامض، وهلا صار الوقت لنضيف كمان مشاهدينا من دبس الرمان. ضفت انا دبس الرمان وهلا بخلطهم مع بعض. لكن الكنوة مثل ما عم بتشوفوا مع هالخضار هالطبق الشهي، رح اجي انا على القالب، بهيدا القالب رح اسكب الكنوة. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا بهيدا القالب رح اسكب حبوب الكنوة بهالشكل. طبعا رح نضيف بعد للكنوة، حطينا من الكنوة، رح جيب من الخس، خس الملون، خس اللولو، رح اسكب خس اللولو بهالشكل. ما خلصنا، ايضا رح جيب من الركة. كمان مشاهدينا بدنا نحط ايضا من الركة بهالشكل. اوكي، مثل ما شفتوا كيف حطيت الركة، وهلأ برجع بكفي كمان مع حبوب الكنوة بهالشكل هيدا. لكن مشاهدينا اوكي، مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بسكبون، كمان بنحط باقي الكمية. اوكي، منكبسهم اذا بدكم شوي بايدنا بهالشكل. اوكي، هيدا قالب او سلطة الكنوة. رح حط على الوجه انا من الفواكه المجففة بهالشكل. ان هيدا الطبق طبعا مع الفواكه المجففة. هيدا الطبق الثاني كمان لحلقتنا لليوم صار جاهز عنا. طيب، بضل في عنا الصلصة الجبنة الزرقاء أو صلصة البلو تشيز. صلصة البلو تشيز طبق طيب، كتير طيب، فينا نقدمه هون مشاهدينا مع الجوانح، أو فينا نقدمه مع الأسماك، أو فينا نقدمه مع اللحوم. أنا اليوم أقدمه مع الجزر ومع القرنبيط. رح إجي بلش حضر الجزر وحضر القرنبيط، وبنرجع منحضر الصلصة. طيب، رح جيب جزر، أوكي، بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بقطعهم. اوكي، كمان كرر العملية. اوكي، هول الجزرات رح نحطهم عنا بهالشكل. نجيب ايضا القرنبيط، كمان مشاهدينا ناخد من القرنبيط. هون بقول للمشاهدين القرنبيط فيكن تسلقوه نص سلقة وتقدموه، وفيكن تاكلوه ني، ما عندكن اي مشكلة. انا رح جيب القرنبيط كمان بهالشكل. لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نقدم القرنبيط بهالشكل. اما بضل في عنا الصلصة، بس قبل الصلصة في عنا وصفة المندي. هيدا سؤال بين الاسئلة اللي بتبعتونا اياهن على رقم الواتساب. بالنسبة للمندي،
نحن المندي نعمله بدجاج او بلحمه. طبعا دخلوا فيكم تدخلوا بالدجاج للمندي الزعفران اللي استعملناه اليوم. اما المندي بنحط نحن سمنه على النار، منقلي بصله مفرومه ناعم، منقلي حب هيل، منقلي كبشه قرنفل، منقلي كزبره يابسه، منقلي مش كزبره، حبوب الكزبره اليابسه، كزبره حب يابسه، منقلي كمون حب، كلهم منقليهم، منشم ريحه البهارات، منضيف الرزات. بعد ما نضيف الرزات منجيب فحمه، منولع فحمه، وايضا منحط الفحمه بورق الالمنيوم، منحطهم بالرزات بعد ما يتنبتوا الرزات عندي ويستووا. بحط الفحمه وبجيب من الزبده او بجيب من دهنه الغنم، بحط دهنه غنم على الفحمه وبسكر الطنجره لحتى الرز عندي يتبخر. اللحمه فيكم تسلقوها مع عقدي صفرة، مع المطيبات، الحب الهيل، الورق الغار، والعود القرفة، وكل هيدي المطيبات او حامض الناشف اللومي. الدجاج فيكم تفوتون على الفرن تشوهون مع الزعفران، وايضا مشاهدينا مع البيئة العطرية اللي كنا عم نحكي عنها هلا. طيب هيدا كان بالنسبة لسؤالنا على الواتساب. اما بالنسبة للصلصة، الصلصة شو هي؟ رح جيب انا للصلصة، رح حط عندي جبنة الروكفور او البلو تشيز. لكن مشاهدينا عنا جبنة بلو تشيز بالاضافة للبن، لكن مشاهدينا بلو تشيز او الجبنة المعفنة رح نضيف معها لبن، وايضا رح نضيف كمان، لكن في عندي لبن، رح ضيف اللبن بهالشكل، وعندي كمان مشاهدينا من المايونيز، بالإضافة للبصل الأخضر كمان رح ضيف بصل أخضر لهالوصفة. كمان باخد مشاهدينا من البصل الأخضر، ضيف البصل الأخضر بهالشكل ونخلطهم مع بعض. لكن صار في عندي لبن، صار في عندي مايونيز، صار في عندي بصل أخضر. هيدي هي الصلصة. هيدي الصلصة بذكر كل المشاهدين او فيكن تتناولوها مع الجوانح الدجاج المقلية او الجوانح بفلو، او فيكن تتناولوها مع الدجاج البروستد الكريسبي حسب ما انتو بترغبوا. لكن مشاهدينا هيدا الخليط صار جاهز لنجي نضيفه حد القرنبيط وحد الجزر. يا اهلا وسهلا، سلامة راسك. شو بو راسك؟ شو عرفك؟ حاطط ايدك على راسك، شو بك؟ لا هيك موديل بس. موديل؟ هو بس هو بتعرف؟ نعم. يعني اللي فيه مسله تحت باطه بتنعرف. بتنعرف؟ ما انا نعرتني اول ما جيت. بتعرف هلا هي المثل؟ بتعرفه؟ ما نعرتني اول ما جيت. يخزي العين عنك. اسم الله عليك، شو هون؟ هون المقلوبه؟ هاي المقلوبه. هون في عنا الخضره، الصلصه الزرقاء بالجبنه الزرقاء او البلو تشيز. هون في عنا الكينوا مع الرقه والخس والفواكه المجففه. وهيدي الفطيره التركيه. هي شو؟ هيدي نوع من الفواكه. اوكي، هيدي الفطيره التركيه. صاروا جاهزين عنا جوزيف، 1 2 3 4 وصفات. بس انا ما خبرت المشاهدين نحن شوي على الحشوه. كل اللي حكيته ما خبرت المشاهدين. بعد ما خبرني انا على الحشوه. يعني اذا كل هيدا ما خبرت المشاهدين، يعني لو حكيت كيف تخبرون عاده؟ يلا رح خبرهم. بعد تفضل. بالنسبه للفطيره التركيه جبنا عجينه الباف. حطيناها بقالب التارت. والحشوه كانت هي عباره عن سميد، عن حليب، عن مسكه، عن قرفه، عن سكر، كلهم خلطناهم مع بعض. صار عندي خليط متماسك او قشطه متماسكه حطيتها بقلب العجينه وفوتناها على الفرن على حراره 180 لحتى استوت عنا. دغري اول ما شلناها من الفرن حطينا لها من القطر. انا خلصت. بدي دقيقة صمت لاقدر اقلع. في معنا دقيقة صمت نرجع نختم؟ ايه تايم اوت. خلص نحن وياكم مشاهدينا بكل إيجابية وبكل كلام حلو وجهه لربنا. لألكن دعوتي لألكن أن تقضوا نهار حلو وتكونوا بكامل صحتكن، ودايما أنتم كمان تذكروا ربنا بكل الأوقات مش بس بأوقات الضيقة. بكرة عالم صباح جديد الساعة 10 بتوقيت بيروت، وأنا شخصيا بشوفكن يوم الأحد. إلى اللقاء.